أهلا بكم في نشرة الأخبار الجديدة. أنا عمر ياخي صف تمهيد المكتشفون ردة نسبة الفريد كاجيتو، سأحدثكم عن الكورونا المنتشرة في الأخبار. هي كثير 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 منتشرة عند الناس كلها وعندي وعندكم كلها. فهيك بدكم تنتبهوا الكورونا، ما تسلموا، ما تبوسوا، ما تعبطوا ولا اشي، بس هيك اعبط امكم اعبط ابوكم، هدول عيلكم عيلتكم بس اعبطوها او هذا. اما مش عيلتكم او حدا ما بعرفك او خالك او واحد مريض، ما تبوسه ولا تعبطه ولا تسلم عليه، بس هيك من بعيد عشان تبعني. اجت خربت النشرة الاخبار الكورونا عشان هيك منتشرة، عشان هيك العبوا في بيتكم واعملوا كل اشي في بيتكم عشان لا تنتشر الكورونا كتير. عشان هيك انتبهوا كتير كتير كتير، عشان هيك انتبهوا عشان ما تيجي الشرطة تاخدكم. وفي حظر، تحدثكم عن الحظر. الحظر هو ما بصير نطلع عليه، إذا إجا حظر ما بصير نطلع. مع السلامة.